حفظ الصبي الصغير القرآن الكريم، ولما يبلغ 11 من عمره، وما هي إلا سنوات قليلة، حتى انطلق إلى القاهرة مدفوعاً بدعوات شيوخه في أحد المعاهد الدينية بطنطا، والذين رأوا فيه قارئاً واعداً. وهناك قضى الليالي مقتفياً أثر الشيوخ الكبار رفعت الشعشاعي، مصطفى إسماعيل، محمد سلامة، وطه الفشني، وما لبث أن التقى بالشيخ درويش الحريري أحد علامات الموسيقى في عصره، ليتعلم على يديه المقامات الموسيقية. وها هو يحصل على إجازة تجويد القرآن من الأزهر ليضع قدمه على الطريق ويمسك بيديه خيوط البداية، ويولد الصوت المطمئن تماماً والدافئ للغاية على موجات الإذاعة المصرية في 17 من ديسمبر عام 1948، وهو نفس اليوم الذي ولد فيه ليكون صاحب ميلادين في تاريخ واحد في مفارقة غير اعتيادية. الأمر الذي كان بالأمس حلما أصبح اليوم واقعاً جميلاً يعيش فيه الشيخ محمود علي البنا مع من كان يقلدهم بمهارة فائقة، وكم تمنى أن يكون معهم، حتى إذا سمعه الرئيس جمال عبد الناصر أهداه طبقاً من الفضة عليه توقيعه، ويطلب من إذاعة القرآن الكريم أن تسجل له ختمة مرتلة كان طلباً يشبه القرار الجمهوري.